السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة صحفية نستعرض من خلالها أبرز ما جاء في الصحف المحلية الخليجية العربية وأيضا العالمية المطبوعة والمواقع الإلكترونية. مشاهدينا، تناولت الصحف المحلية بشكل بارز أخبار اجتماعات الجمعية العامة 146 للاتحاد البرلماني الدولي لليوم الثالث، والذي شهد مشاركات فاعلة من قبل ممثلي البرلمانات من مختلف دول العالم. والبداية مشاهدينا مع صحيفة الأيام، ونقرأ أن أحمد المسلم رئيس مجلس النواب رئيس الاجتماع 146 للبرلمان الدولي أكد في تصريح خاص لصحيفة الأيام على هامش اجتماعات البرلمان الدولي يوم أمس أن مملكة البحرين تمتلك المناخ المناسب الذي يخولها لتنظيم مثل هذه المؤتمرات، مشيرا إلى أن وجود مثل هذا التجمع المهم سيعزز من العمل النيابي المحلي. ننتقل مشاهدينا لصحيفة أخبار الخليج، ونطالع منها أن معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أكد خلال الكلمة التي ألقاها أمام مؤتمر الشعبة البرلمانية لحركة عدم الانحياز على المساندة والدعم للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز والخطوات والإجراءات التي تعزز من هيكلها التنظيمي وفق قيم التعايش والحوار البناء بين الدول. قالت صحيفة أخبار الخليج أن سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أعلنت خلال كلمة لها ضمن جلسة تطبيقات يتوازن بين الجنسين إنجازات وتشريعات في إطار فعاليات اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي عن إطلاق المجلس دليل خاص لأعضاء وعضوات البرلمان، وذلك بهدف دعم دورهم الرقابي والتشريعي للتأكد من حسن سير تطبيق التشريعات والبرامج الوطنية ذات الصلة بموضوعات المرأة، بما في ذلك تأكيد وتطوير النموذج البحريني للتوازن بين الجنسين. كتبت هيفاء عدوان وقالا في صحيفة الوطن حمل عنوان اجتماعات والاتحاد البرلماني الدولي كل الطرق تؤدي إلى البحرين. اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي كل الطرق تؤدي إلى البحرين، بهذه الكلمات اختصر رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوراتي باتشيكو طبيعة اجتماع الاتحاد الذي يعقد في البحرين، وهي إشارة على أهمية هذا اللقاء الدولي ومناقشته لأهم القضايا العالمية المتمثلة في تعزيز التعايش السلمي ومكافحة التعصب. إشارة باتشيكو تؤكد أن البحرين أصبحت محور اهتمام العالم ليس بسبب احتضانها الاجتماع فحسب، بل أيضا بأنها البلد الذي استطاع أن يحتضن مختلف الثقافات والأديان. في اجتماعات البرلمان الدولي ولقاءاته ونقاشاته لا تلتقي بأفراد وأشخاص فحسب، وإنما تتناغم مع عشرات الأفكار والتي تؤكد على حتمية التعايش بين جميع البشر. البحرين كانت على الدوام المحطة الجامعة للقيم الإنسانية والأقدر على توفير البيئة الحاضنة لمناقشة مختلف القضايا التي تساهم في تعزيز روح التسامح والتعايش السلمي. قالت صحيفة الأيام إن البرلمان الدولي عقد يوم أمس مناقشة مفتوحة حول البند الطارئ الذي اعتمده أمس الأول، والذي جاء بعنوان إذكاء الوعي والدعوة إلى اتخاذ إجراءات بشأن الأزمات الإنسانية التي تؤثر على شعوب أفغانستان وسوريا وتركيا وأوكرانيا واليمن وبلدان أخرى بشأن الضعف الخاصة لدى النساء والأطفال، حيث عبر المشاركون بضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات لمعالجة الأوضاع الإنسانية في العديد من الدول التي تعيش أوضاعاً وظروفاً صعبة.
في تصريحات خاصة لصحيفة الوطن أعربت فعاليات برلمانية دولية على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي عن تأييدها ودعمها الكامل للدعوة التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة مالك البلاد المعظم للمجتمع الدولي بإقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية بجميع صورها والعمل الجماعي على نشر ثقافة السلام والتفاهم وقبول الآخر. نقرأ من الموقع الإلكتروني لصحيفة أخبار الخليج أن عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أكد أن مملكة البحرين تمثل واحة للتعايش السلمي، وذلك تجسيدا للرؤية الملكية المستنيرة لجلالة الملك المعظم. وقال رئيس البرلمان العربي إن تعزيز لغة الحوار والتعايش السلمي مسؤولية تشاركية تحتاج إلى تكامل بين خطاب ديني يحارب العنف والفكر المتطرف ونظام تعليمي يرسخ ثقافة التسامح وقبول الآخر ورسالة إعلامية ومنظومة تشريعية تجرم العنصرية. بقلم شيخ العليوي نقرأ من صحيفة الوطن مقالا لها بعنوان إنجاز دولي لقبة برلمان البحرين. خطت مملكة البحرين خطوات متنوعة في سبيل تدعيم نظامها الدبلوماسي الرصين، وتعتبر الدبلوماسية البرلمانية المعنية بتمثيل البرلمان البحريني في المؤتمرات البرلمانية الخارجية إقليمية كانت أم دولية علامة مضيئة للسلطة التشريعية. وها هي المملكة تستضيف أعمال الجمعية العامة 46 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي المعنون بتعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة مكافحة التعصب كأكبر تجمع برلماني عالمي يشهد حضوره رؤساء وممثلو البرلمانات والمجالس التشريعية من مختلف دول العالم بما يتجاوز عددهم 143 دولة. وهذا إن دل إنما يدل على الثقة الدولية التي تحظى بها مملكة البحرين كنموذج للدبلوماسية البرلمانية الفاعلة. إلى صحيفة الوطن ونطالع منها أن وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين شارك في حلقة النقاش ضمن أعمال الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك لبحث ومناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتغيير المناخ، حيث يأتي الاجتماع استعدادا لمؤتمر الأمم المتحدة لتغيير المناخ COP26 المقرر عقده في نوفمبر المقبل. لفتت صحيفة الوطن أن رئيس برلمان أوروغواي سباستيان أندوجار أكد دعمه لمبادرة جلالة الملك المعظم بشأن إيجاد اتفاقية دولية لتجريم خطاب الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية، وبيّن أن مونتفيديو تدعم هذه المبادرات وتقف دائما مع الأفكار التي تخدم السلام والتعايش في العالم. أشارت صحيفة الأيام أن ألبرت إليزابيث نائب رئيس البرلمان الأنغولي أكدت على نجاح التجربة البرلمانية البحرينية، منوهة بأن مملكة البحرين قدمت نموذجا رائعا على الصعيد السياسي والديمقراطي. أما الآن مشاهدينا فننتقل إلى الأخبار المنوعة من الصحف المحلية، ونبدأ مع صحيفة أخبار الخليج والتي بيّنت أن وزارة التنمية الاجتماعية أعلنت مباشرة تنفيذ أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للمساعدات الاجتماعية التي تصرف لمستحقي الضمان الاجتماعي ومستحقي مخصصات الإعاقة بالتزامن مع قرب شهر رمضان المبارك، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر البحرينية المحدودة الدخل.
نطالع من صحيفة الأيام أنه تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، انطلقت فعاليات أسبوع القوة 2023، مسابقة أقوى رجل بحريني ومسابقة أقوى رجل خليجي، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة تحت شعار خلك وحش بالساحة المقابلة لمجمع مع الأفنيوز البحرين. نشرت صحيفة أخبار الخليج مقالا للكاتبة طفلة الخليفة بعنوان فضاء، فإلى سطور هذا المقال. مملكة البحرين تدخل عهدا جديدا بالدخول في عالم الفضاء والسعي إلى تسخير قطاع الفضاء وتقنياته لخدمة مسيرة التنمية الشاملة المستدامة، وقد تم تدشين أول قمر صناعي بحريني بالكامل. وقد أعلن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب إطلاق اسم المنذر على أول قمر صناعي بحريني بالكامل، وأشار سموه إلى أن تصميمات المنذر بحرينية بالكامل وبناؤه يتم حاليا على أرض مملكة البحرين. مشروع المنذر يأتي بعد نجاح مشروع القمر الصناعي ضوء واحد، وهو يهدف إلى رفع مستوى القدرات الوطنية في مجال تصميم وبناء الأقمار الصناعية. هذا القمر الصناعي سوف يوفر بيانات فضائية عن البحرين سيتم تحليلها باستخدام مجموعة من الابتكارات البحرينية التي ستكون ضمن حمولة القمر الصناعي. لفتت صحيفة البلاد أن سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية أطلق مبادرة ماتشلت الخير في نسختها السادسة، من خلال توزيع ما يقارب 1000 صندوق، وذلك تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك بعد النجاح الباهر الذي تحقق على مدى الأعوام الماضية لهذه المبادرة. نشرت صحيفة الوطن أن وزارة شؤون البلديات والزراعة أعلنت عن بدء حظر صيد أو تداول أو بيع سرطان البحر الجبجب اعتبارا من غدا الأربعاء 15 مارس 2023 حتى 15 مايو 2023، وذلك تنفيذا للقرار رقم 52 لسنة 2016 بشأن حظر أو تداول أو بيع سرطان البحر الجبجب. وإلى فن الكاريكاتير من صحيفة البلاد. مشاهدينا، وصلنا إلى الختام، ولمزيد من الأخبار والمستجدات يمكنكم متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة، كما يمكنكم متابعة باقة برامجنا والبث المباشر أيضا عبر تطبيق BHTVN Radio. شكرا لكم على طيب المتابعة، وفي أمان الله.